يلا يلا ما منطول، يلا منشوفك. باي. خلصيني. اي روحي. باي. شبكي بنتي، ما رضوا ياخدوكي معهم على السوق ما هيك؟ أنا كمان من سنين طويلة ما قبلوا يدخلوني بيناتهم ولا مرة. شركتنا رح تعلن عن نفسها عن طريق مشروع هذا الفندق. بكل غرفة في لمسة بتميزها عن غيرها، ولأنه واثقين إنه شركتنا قادرة تنتج كل أنظمة الإنارة اللي نازلة بهالمشروع وبجودة كتير عالية كمان، فرح تكون التكلفة قليلة. بصراحة ما كنا منتظرين كل هالشي منكم. نحن ما عنا شك بجودة منتجات شركتكم، بس من الناحية الجمالية عرضكم هاد أدهشنا فعلا. شكله اتفقنا معناتها. بيسعدنا هالتعاون إن شاء الله دائما. اتفقنا. اتفقنا على بركة الله. بتشكركم، بتشكركم من قلبي. العفو. شرفتونا. نحن بنتشكر. أحمد بيك. أهلين. بالإذن. يلا بابا. يلا. السعر ممتاز. العرض كثير منيح. توفقنا. طبعا. فرصة سعيدة يا بشر. الله معك. مع السلامة. ألف مبروك. شكرا لكم، شرفتونا. أهلا وسهلا. شرفتوا. أهلين. أحمد بيك، بعتذر على فضولي. اتفقتوا إن شاء الله؟ كل شيء تمام ست نورة. ألف مبروك. الله يبارك فيكي. جبلكم الغدا ما هيك؟ اليوم بلاها ست نورة، لأنه عنا جولة على المطاعم وبناكل بواحد منهم. ماشي. تفضل بابا. الله معكم. زينة، لك شو هالبهدلة اللي عم تنقوا منها؟ يعني تخيلي بشهر العسل ألبس قطنيات أطفال، أكيد لا. اسمعي شو عم تقول اختك وتعلمي. اه؟ جنس رجال لازم تلفتي نظره وتغريه، مو تضلي بهالموديل مثل الأرملة لحتى تغمي على قلب الرجال. ايه؟ لا تبلشي امي، سامي ما بيتطلع على المظاهر، بيتطلع على قلبي وروحي. حاجتك مسخرة حاج. سمارة بتعرفيها؟ مرته للمحاسب يوسف، يلي راهو علق ببنت عمره 20 سنة وخرب ودمر زواج عمره 15 سنة. كانت مش عشي سمارة؟ لا والله أبدا، بس ما كانت تهتم بحالها مشانه. اسمعي مني بنتي، إنك تلاقي رجال تتجوزي هي بدها فن، بس إنك تحتفظي بهالزواج هي بدها فن غير شكل، خاصة واحد مثل سامي. وبشو بيفرق سامي؟ بشو بيفرق؟ بيفرق كتير. هالطول الممشوق والعيون العسلية الحلوة، الزلمة حلو وغني، البنات بيقتلوا حالهم على هيك واحد. الله يسامحي، انت الحظ مرافقك وما عم تشوفي لانك جد. امي معلش تسكتي، بكفي خلص. خلصنا، اسكتي بقى. ماشي رح اسكت. بس رح اسكت. انا عم بحكي لمصلحتكم لاني امكم، يعني ضروري تتكمشي ببيتك بقوة بنتي. انت اخر واحدة بيطلع لها تنصح حدا بهالموضوع. ايه تذكري شاهي. ابي ابوكي اللي ترك البيت ومشي، وبدك تعمليني انا المحقوقة مو هيك؟ آه. حلو كتير، رح نشوف يا فهيمة، رح نشوف شو رح يصير فيكي بيوم النحس، يوم هالبنت الفصعونة الحية من تحت تبن تلطش منك كل شي وتتفتل بالبيت مثل بيتها واعز. ليكي اوعك تقولي امي ما قالت لي، بكره بتشوفوا انه حكي مزبوط. استني. ليكي طيب هيك امك تعرفيها. يلا يلا. بابا لشو الملحروق؟ شو بدك يطلع ضغطك يعني؟ لك يا ابني حاجة تعملوني مثل الأولاد الصغار، شو فيها يعني إذا رشيت شوية ملح؟ عفوا ما قصدي بابا، بس يعني بتعرف إنه بيضرك الملح. طيب الحق معك. الواحد لما بيكبر بيرجع مثل الولد الصغير. إيه. إذا جسمك ما عاد يتحمل متعة الحياة مجبور أنك تتعود.
بدي اتصل بالبيت لأشوف شو أخبارهم. في القاموس كلمة ألو سوزان كيفك؟ أنا منيحة أخي سامي. شو شاهيناز مو بالبيت؟ راحوا، إجت أمها وأختها ونزلوا سوا، راحت على السوق على الأغلب. ليش ما رحتي أنت؟ لأن الحقيقة كان بدها تأخذني بس أنا ما قبلت. بتملي بالبيت؟ لا بنوب، ليش لمل؟ عم اتفرج على التلفزيون يعني. بس يخف ضغط الشغل، أنا بدورك بالبلد منيح، اتفقنا؟ تمام، لا تطولوا. شاهيناز وأهلها نزلوا على السوق وسوزان ما رضيت تنزل، ما عم تظهر بس كتير مزعوجة. مبين عليها شوي مزاجية البنت، بس قلبها نظيف، أنا من أول نظرة قريتها مثل أبوها تماما، الله يرحمه ويسعدها. عم تدوري على شيء؟ ولا شيء، بس عم اتفرج. هذا التخت لمين؟ لتكون شاهيناز حامل وما بدها تقول. شو؟ لا ما بتجيب اولاد، ما في امل منا. هو بالحقيقه مره صار معها حمل من زمان، بس نزلته لانه سعيد كان صغير. ايه وشو صار معهم؟ شو صار؟ من يوميتها لليوم ما حبلت. ومن وقتها اوضه الطفل الصغير بقيت هيك على حالها. مسكينه، اكيد بتكون مقهوره. اعملي حالك ما بتعرفي، ما تحسسيهم اني قلت لك. ما تاكليهم خالي امينه، انا بحفظ الاسرار منيح. بس اتجوز بدي على القليله ولدين. ان شاء الله يا بنتي. بس اتنيناتهم بنات، ورح لبسهم فساتين ملونه. شو مو ملاقيه غير هالدبدوب ترقصي معه؟ ما بدك تبطل فصولك، انت من امتى واقف هون عندك؟ جايه اغير ثيابي وارجع انزل، بس حدا شاف لي تيشيرتي الموف يا حلوه؟ استنى لحظه لجيب لك اياها. أخبارك يا بنوتي؟ يعني كتير كان ضايق خلقي اليوم، مو معقول. لو كنت بإزمير كنت هلأ نازلة مع رفقاتي على الشط نشرب شاي ونتسلى. إيه شو هالقصة، مننزل على الشط ومنشرب شاي؟ عن جد عم تحكي؟ إيه طبعا عن جد عم بحكي، شو هالقصة، يلا البسي لنروح. ماشي. جبتلك تيشرتك. إيه يلا. سبحان الله، لك أنت ما فيك ذوق بنوب. وأنت ما بدك تبطلي بصبصة؟ خلاص. ليك سوزان لبين ما فوتوا اتدوج جازي حالي. ماشي. لا تطولي. استني، مو لازم تاخدي اذن من عمك بالاول؟ بتعرفي شو عم فكر يا سامي؟ شو اسمها بنت لنورة؟ صفاء، ما هيك؟ خلينا نسجلها معها بنفس الدورات، كيف ما كان هن بنفس العمر وكمان بيصيروا رفقة. فكرة كتير حلوة. خلاص انا رح اشوف هالقصة. تمام. على فكرة سامي، تذكرت، احكي مع مرتك، مو حلوة راضيها بقى، مكسور خاطرها لأنك جبت سوزان على البيت وما سألتها. أنا بفهم من عيونها لشاهيناز. بابا هي عم بتحمل الأمور زيادة، بعدين علي نظرة بتسحب منك كل طاقتك لما تكون معصبة، مو معقولة هالمرة. معلش يا ابني، هي هيك طبيعتها، بس شاهيناز بنت منيحة والله بيشهد، ربت أخوك كأنها أمه تماما، كانت حنونة عليه وانت بتعرف ما كانت مجبورة. حلوة سيارتك كتير. طبعا بدها تكون حلوة. هاي سامي جاب لي اياها لما دخلت على الجامعة. ايه
واسطنبول بتجنن كمان. حلوة ايه؟ هي قلعة الأميرة مو؟ دايما كنا نشوفها بالتلفزيون ما عم صدق. يا هي هي، انت بتعرفي قصتها مو هيك؟ ايه، كان في عند السلطان بنت حلوة كتير ما هيك؟ ايه صح، ومشان هيك حطها بنص البحر مشان ما حدا يقرب عليها. من زمان كانوا يخبوا بناتهم الحلوين لأنه بيخافوا عليهم. بتعرفي لو عشتي بهداك الزمن كان صار فيكي هيك؟ قصدك اني حلوة ما؟ على أساس ما بتعرفي ايه بلا سألة. هلأ كلهم بيقولوا لك هيك مزبوط؟ ما بيهم، هنن بيقولوا هيك بس أنا متعودة ما أهتم بحكيهم. متعودة قلتي لي. طيب معناتها بنسمع موسيقى؟ ايه بنسمع. دخيل الله شو تعبت وليش وحكت ولسه لحد هلا ما خلصنا. طبعا مو بدك تعملي تنظيف وعناية بالبشرة، ضوعتي من وقتنا ساعة ونص ولسه عم تحكي. بس مستاهلة، يما أحلاني صارت بشرتي مثل الأطفال. أمينة أهلا وسهلا. ناوليني هاتيون. ساوي لكم شاي؟ ايه ساوي. خلاص سوزان بأوضتها ما؟ طلعت رحت مشوار هي وسعيد. خلصتي الأوضة رتبتيها مثل ما قلتلك؟ بلشت فيها بس ما خلصت، بدها وقت. على سمنك بدها وقت كتير. أمينة طلعي خلصي شغلك بسرعة وتعالي. من عيوني. لك عن جد أنت مو طبيعي سعيد، بدك تخلي البنت تصير مثلك يعني؟ بنتي تعي لشوف. تعي تعي. ايه شبكي؟ تروح معه لسعيد ولا تروح مع جوزك؟ قليلي آه، خليها تترافق مع سعيد. فايتة ساوي لكم شاي. استني وأنا جاي ساعدك شاهي. ايه جيبونا نقرش نزهزه القعدة. اسمعي ليكي زينة، لا تتلبكي، بدك تقولي شي قولي. بنتي لك أنا حامل. آه حامل زينة؟ حامل ولساتك عزبة؟ قلت ما في مشكلة رح يصير جوزي، قمت سلمت حالي يا ربي. كتير حلو هالمنظر. ايه انا على طول بيجي لهون مع رفقاتي. طيب شو هداك اللي هنيك؟ وين؟ هنيك عالتلة. مرحبا حبيبي شلونك؟ ها اهلين، شو عم تعمل هون بالوقت؟ والله مع مين جاي؟ اجينا انا والشباب. بالله؟ ايه هلا مو كأنه ملتقين انا وياكي من قبل؟ اكيد مو انا. ايوه سوزان مبارح اجت على اسطنبول. والله عن جد؟ أنا اسمي أغياد. أهلا وسهلا. أهلا فيكي، أنا رفيقه لسعيد بالمدرسة، إذا بدك دليل سياحي دورك باسطنبول أنا جاهز على طول بالخدمة. عن جد عم تحكي؟ إيه. قوم قوم تعا عاوزك. أنت من وين إجيتي؟ من إزمير. طبعا مبين من اللهجة والجمال. تعرفي بنات أغياد قوم تحرك بالإذن سوزان. شو لا؟ حبيبي أغياد ما بدنا نعطلك، يلا أحيط. من وين ملاقيها لهالشقفة؟ زوق ونضب، هي بنت عمي شبك. بالله بنت عمك؟ طيب زبط لي اياها يا زلمة. لك روح من هون بقى. أحسن ما تروح للغريب، شو فيها؟ هي أخوك قدامك شبك. لك عم قلك بنت عمي لا تجنني، امشي روح يلا. خلص شرفنا سوزان. مرحبا يا شباب. رفيقك عن جد دليل سياحي؟ لا دليل ولا بطيخ، هذا كل ما بيشوف بنت حلوة بيقلها الحكي.
جيل تافه. جابوا لك فازة مو كاسة عصير اشربي؟ تفضلي. هاي بيقدموها للعشاء يا فهيم، لأنه الاثنين بيشربوا من نفس الكاسة. شفتهم بالتلفزيون عم يعملوا هيك. أي مو مشكلة، فيك تشرب. يلا. بشرب. هلأ الجرسون فكرنا عشاء على أساس؟ هو شو بيعرفه؟ بعدين مو مكتوب عاجبيننا أنه نحن أولاد عم، وكمان نحن من جديد لحتى درينا أصلا. الحمد لله على سلامتك فيهم. أهلين، الله يسلمك. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. شاهيناز، زينة، هالشاي يعني عم يجيبوه من الصين؟ يمكن. بيكونوا الاخوات عم يشكوا همهم لبعض مو اكتر. هدول منين يجيهم الهم يعني؟ شو بيعرفني؟ حدا بيعرف الحياة شو بتخبي للواحد؟ الله اعلم شو في عندهم هموم، بس الاسرار ما بيحكوا لك اياها لانك انت امهم. اي مو معقول انكسر ظهري، هالسرير مو طبيعي شو تقيل. طالعوا السرير من أوضة الصغير يعني؟ أحمد بيك قال للأسف لأنه ما أجى الولد رح نعطي هالأوضة لبنت أخي. إيه معلوم، سوزان من العيلة ورجعت لبيت العيلة، بتضل من لحمه ودمه أكيد، ما لغيره طبعا. ما حسنتي تصبري هالكم شهر؟ وأنا شو بعرفني إنه رح يصير هيك؟ هي مرة واحدة وطلعت منها حامل. لك يضرب حظي شو إنه قليل، إنه البنات كلهم بالحارة عنا. اسكتي ولا كلمة. شاهي، أنا هلأ شو لازم أعمل؟ اسمعي ماجد، لازم يعرف ويتصرف فورا على السريع. اكتبوا الكتاب، فهمتي؟ هيك بدون عرس ولا شي؟ شو معيوبة يعني؟ انت هيك اصلا ضروري يعني تخليني اقول؟ ما بقدر اقول له لماجد تعال نتجوز هيك بسرعة، ما بقدر. شو مشان كبريائي؟ شو مشان انه وقتها ما تذكرتي بنوب؟ بشو عم تلتي انت وياها هون؟ وليش مسكرين باب المطبخ؟ ليكي، قال حماكي عطى اوضة ابنك لبنت اخوه صح؟ لأنه هيك كان لازم. الله لا يوفقه هالأحمد شكره بيك، يعني ما بيكفي ربيتي له ابنه كل السنين هاي وهلأ جايب لك بنت أخوه كمان لتربيها؟ عال والله. لا 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 لا، شي مو طبيعي يعني. أول ما بدي أشوفه لأحمد بيك ما رح أطلع بوشه بنوب. أمي وطي صوتك شوي، هلأ بيسمعك حدا. ما بيهمني يسمعوا ولك يسمعوا، أنا ما عطيتهم بنتي لتخدم أولاد، عطيتهم كني كني. أهلا وسهلا. أهلا فيك. أهلا وسهلا، شو عم بتروحوا؟ خليكن عنا. شكرا، بدنا نروح سهري، خطيبي جاي المساء، منشوفكن بعدين. بوصلكن على البيت؟ يلا. ما في داعي، لا تعذب حالك، بناخد تاكسي، ما هيك ماما؟ يلا امشي. يلا بخاطركم. بخاطرك احمد بيك. بخاطركم. مع السلامة. رح ودع اهلي على الباب. بنتي اسمعي، انتبهي، اسمعي حبيبتي، كوني قوية وقدون. والله هالبنت رح تاكلك اكل بكرة بتقولي امي قالت. يلا تقبليني خلينا نشوفك. يلا. امسكي هدول احمليهم، هدول كلهم بدي احملهم. ما بقدر احملهم. يلا يا روحي بشوفك. انتبهي ماشي حالة. بس خدي هدول.
فياض برعب ما هيك؟ ابني انت لسه مو بقيان لك شهرين، لا تكون هربت. منو هذا اللي بده يهرب؟ انا نزلت عقوبتي. شو رح تخليني واقف على الباب؟ فياض لا تخبي علي، ما هربت ما؟ هلا معقولة اهرب انا؟ ما هربت، ما في شي من هاد. الله يسلمك، منيح وانت؟ الحمد لله. اها اغسل لك الثياب. اغسليهم. بدها سؤال؟ جوعان يا روحي مو؟ رح اكل برا انا وياها. سوزان ما؟ ابوها كيفه؟ توفى يا علي. لا تقوليها، معناتها لهيك ما اجت على الزيارة. بنت صبية شو بدها بروحة السجن؟ انا مو كرمالها فتت لهنيك؟ ويلي فتون من قبل خاطرك. سوزان ما أنا هون، راحت. لوين راحت؟ ابن عمّة أجا وأخذ لعندون على اسطنبول، ورح تبقى عايشة على طول ببيت عمّة. أنت شو عم تحكي؟ سوزان ما بصير تروح لأي مكان. والله راحت. بعد عن هالبنت، مع الوقت بتنساها ابني. ولك شو هي انساها؟ تنقذ حياتها لو تبعد عنها يا ابني. لاقي شي شغل تعمله، شي بنت بتلبق لك. لك شو هالعلاك هاد؟ تحرم علي اي وحده غيرها، انا ما بدي غيرها. تعرفي عنوان شي؟ هات العنوان. منين بدي اعرف العنوان انا؟ ليك جنيني. ما بعرفه، لو بعرفه ما رح اقول لك اياه. ليك اخر مره بسالك. فياض اعطيني اياه. لك ما في شي بقلب الجزدان. ما رح تمرق وبتشوفي. يسلموا ايديكي، طيب كتير هالاكل. صحة وهنا على قلبك بابا. غريب ما عم بيرد سعيد. اذا كانوا بشي بار بجوز ما يسمع. التبار؟ شو؟ مستحيل سعيد ياخذ بنت عمه لهيك محلات. على طول لحاله بيروح بيسهر، اكيد بيكون اخذها على غير محل. طيب بابا ياخذها، بس يعني لازم يخبرنا بالاول. يا ابني هدول الشباب عقلهم مو براسهم. شو نحن ختايره مثلا؟ بابا مو قصده هيك، قصده متزوجين سامي. يعني ليش بدك تقارن حالك باخوك العزابي؟ شاهيناز زينه على التليفون. بعد إذنك بابا. صحتين وهنا. أنا حطيت الشاي شوي وبيختمر. شو صار معك زينة؟ حكيتي مع ماجد؟ قلتي له على هالفضيحة؟ ما رح أفهم، لأنه بكرة أو بعده بطنك أكيد رح ينتفخ وما رح يخبي حاله. عم تفهمي؟ ماشي، عملي مثل ما عم قلك زينة. بعدين اتصلي وخبريني شو بيصير معك. ديروا بالكن على حالكن. بس شخصياته بتشل. خليني روح شوفه للفيلم معك. ايه منروح بكرة بعد الجامعة، ما عندي شي. منروح إذا بدك. ماشي. سامي مرحبا. أهلين سوزان. عمو. سلام سمسم. تعال معي شوي لنحكي كلمتين. في سميت بدان؟ تعال تعال. شو في؟ محل عند المضيق، شو كان اسمه؟ حتى اني شفت من هنيك قلعة الأميرة، كتير حلوة بتجنن. شوفي سامي،
معقول تطلع سوزان من البيت بدون إذن؟ لك سامي شو هالحكي؟ معقول مشان أطلع مع بنت عمي وننبسط بدي أخذ إذن؟ أنا مو هذا قصدي. اسمع، سوزان ما أنا متعودة على هيك شغلات. أنا شفت البنت وين كانت ساكنة، لهيك اللي مخوفني إنه طلعتها معك تنزع على طيباعة وتتهور البنت. يلي بيسمعك بيفكر إنه أخذت البنت على شي بار، كلها روحت كافيه، ما فيها شي. ولو شو ما كان يكون، أصلاً أنا ما عاد أخذها لأي محل. أخي كل الشباب انشكلت عيونهم على البنت، أي والله شي بيخلي الدم يفور. كل هالقد سوزان بتلفت النظر؟ يا أخي عم تحكي وكأنك مو شايف سوزان ولا مرة. أنا لازم روح يا معلم. حلك يعني؟ شو ساوي؟ عندي مواعيد. تقدر تنفذني من بابا ما هيك سامي؟ طلع من باب الجنينة وأنا بتصرف. حاضر معلم. شاهيناز هاي فضيت. رايح أجيب لك بابا. طولي بالك أنا بجيب. يلا خدي كبي هالفاضية بطريقك. ما رح تعرفي تلاقيها. بلاقيها بدرج المطبخ الثاني. تفضل عمو. شكرا بنتي. رح اجيب لك الشاي سامي. يسلموا. ما شاء الله ما شاء الله، بنت أخي شو حلوة وشطورة كمان، وما بتزعل أختها شاهيناز أبدا. وين سعيد؟ والله سعيد طلع بهالوقت ما بيبقى بالبيت. بدي إياك تشدي لي أدنية شوي لهالولد، ما بدي إياه يتعود على حياة الليل. بتفهمه كل سبت يجي على المعرض ويتواجد هنيك، هيك بيتحمل مسؤولية. سعيد يشتغل؟ عم تحلمه أكيد، على أساس ما بتعرفه يعني. هاي لأمتى أبوك وأخوك بدهم ضلوا يشتغلوا أنت تلهف؟ هالكم ليك أنا ما بلهف أخي، ما بيهمه. هو هيك من لما كان صغير بيشتغل وبيحمل مسؤولية، ودائما بيقول لي يلي أنا ما قدرت أعمله بشبابي أنت روح وطلع الفرق ودور انبسط ولا تاكل هم شي أبدا. بكرة أو بعده رح يسكروا حنفية المصاري وبشوفك وقتها. كيف؟ مين سامي؟ لا بحياته ما بيساوي فيه هيك. هذا هو. مين؟ هذا سعيد. جد؟ وينه أي واحد؟ طلعي ليكو هداك يلي ظهره صار إلنا. امشي نروح لعنده منى، اكيد لما يشوفني قدامه رح ينبسط. تعي. حلوه الحفله كثير. هي حلوه السهره كثير والناس كثير صغار. سلام. سلام. هي اللي دائما بحكي لك عنها، ميسا رفيقتي من الروح للروح. شرفنا. سعيد. اهلين. اهلين ميسا. شرفنا. ايه شو ما بدك تعرفنا؟ ايه لازم. اغياد. مرحبا. مرحبا أهلين. لؤي. أهلين ميسا. ميرا. أهلين. مرحبا. منيحة تمام. يا أهلين. منال صديقة للعيلة. تفضلي حضرتك شاركينا. نحن كنا رح نروح، يلا بخاطركم. هالمرة حط عين عليك وهي عم قلك مبينة وحدة كبيرة وشاب صغير، موضة هالأيام لك ابني ولا أنا غلطان بتصير. مرة من المرات إجا لبابا دفعت مصاري كبيرة كتير، قام أخذني ورحنا على السوق وقالي بنتي اشتري يلي بدك يا بتذكر وقتها اشتريت طوق فضة كتير حلو عليه حجر تقيل، مو معقول شو كان غالي. وحزره وقتها وأنا راجعة وقع وضوعته، لو تشوفوا قديش بكيت. بابا وقتها عصب علي كتير، قالي لا تبكي على المال، خبي دموعك للي بده يفارق الدنيا.
طلع الحق معه. يا ريتني ما ضوعت هداك الطوق مشان يبقى ذكرى من أبي. شاهيناز، قوي لك الشوفاج شوي إذا حس بالبرد. لشو؟ ليش شو خطر لك؟ ما بعرف، شايفك لابسة كذا قطعة. هيك بكون مرتاحة. سوزان بنتي؟ ايه عمي. لك عندي هدية غالية. لإلي؟ طوق كان للمرحومة أمي، قالت إذا صار عندي حفيدة بدي تلبسها إياه. طلع من نصيبك. شو حلو، مبين عليه كتير تقيل وغالي. مو أغلى منك يا بنتي. تلبسي بالهنا سوزان، وكل ما تلبسي اترحمي على ستك أم أبوك. شكرا كتير إلك عمو. سامي لبسني يا. شاهي نازلة بقلي كتير ما؟ مبروك. ليش اجيت؟ شو بدنا نحكي على الباب يعني؟ ما في تفضل. شو في منال؟ شيلي هالكاس من ايدك، من الصبح عم تشربي. خلص اتركه. منال اعطيني اياه. ايه خلص، مو حضرتك اللي بتقلي شو اعمل شو ما اعمل. يا الله منك بكياني. شو بتتوقع؟ ها؟ بعد ما تصرف معي هالتصرف بالبار، شو لازم اضحك وفرفش؟ بصدف الزلمة اللي بحبه وبركض لعنده ركيد فرحانة وشايفة حالي فيه، بيقوم بيخجل قدام رفقاته. لك شو بدك يعني ساوي يعني؟ تفاجأت قدام الكل وهيك حكيت. بعيد ايدك. شو عم يصير معك؟ قلت لهم اني صديقة العائلة، هذا اللي صار. ما هيك؟ لو انك عن جد رجال كنت مسكتني هيك من ايدي وقلت للكل شوفوا هي حبيبتي. بكفي بقى، ضبي لسانك منال. شو يعني ضبه؟ ما رح ضبه فهم. شو رح تعمل؟ خلص انا مليت وانت عم تخبيني وعم تستحي فيني، ومليت نضل نلتقي ورا البواب المسكره. سعيد ما بستحق منك هالشي، عم تفهم سعيد ولا ما عم تفهم؟ خلصنا بقى، روحي غسلي وشك وصحصحي بعدين بنحكي بالموضوع ماشي؟ بلا مسخره عم تحطينا بكل موقف ابشع من اللي قبله. وشو بهم؟ مو أحسن ما أكون مثلك محتالة؟ يا محتال يا واطي كذاب كذاب. خلصنا بقى، روحي من وشي. سعيد 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 بترجاك وقف دقيقة، لا تروح. خلاص بعدي. لا بترجاك. منال لا لا تتركني، استنى اسمع. بعرف ما بتحبني، فهمان المود، وراح تحب غيري، بس لو سمحت ما بتتصور شو محتاجتك بهالفترة. أرجوك ضل معي. طلعت مالي مثل بنته، كأنه كل هالسنين ما كنت حبه واخدمه مثل بنته الحقيقية. ليش حدا نكر هالأمور هي يا شاهيناز؟
إذا هيك ليش ما عطاني الطوق إلي كبنته وعطاه لسوزان؟ فيك تقلي؟ من يومين لسه ما كان لا شايفها لسوزان ولا بيعرفها، ما طلع لي قيمة عنده قدها. أنا بدي أتزوج. سوزان لا تاكلي على الناشف. نسلموا ايديكي خالي امينه. ليكي شيناص تعي شوفي هالشوفه، هي كانت عادت ازياء وهلا صارت تغني، ما بدك؟ امينه شو هالحركات؟ انا بفهم انه هي ما بتعرف قوانين البيت، بس انت كيف بتعطيها الاكل بالصالون؟ اي والله شفقت عليها عم تاكل خبز حاف مثل الايتام. اي لا تشفقي، شفقنا سنين على ابوها وشو صار؟ زاد بنته فوق راسنا وراح، لك طول عمره ما عنده شرف ولا كرامه واحد شحاد. مصريات المشفى والأجارات كلهم دفعهم سامي من جيبته، حتى أخوه ما كان بده إياه. كيف تسمحي لحالك تقولي هالحكي عنه؟ أبي أنا مانو بلا شرف وكرامة مانو شحاد، عم تفهمي؟ شو بدنا نقول هلأ لأحمد بيك؟ هلأ بترجع روقي؟ ليش عندها مكان تروح عليه؟ خالي أمينة؟ شو صار؟ لوين رايحة سوزان؟ شو بدي قلك يا سعيد؟ مرت أخوك حكت كتير وقليل على أبوها، وهي لما سمعت هيك طبشت الباب وراحت. الله أعلم هلأ وين بتكون. يا الله منك يا شاهيناز. آخ يا أبي. سامي بيك، مشان دفعت الكريدت كارت لازم أخذ موافقتك، تفضل. بصراحة أحمد بيك عصب كتير لما شاف مصاريفه لسعيد، كتير كبيرة صايرة. شكرا نورة. يا سعيد وبعدين معك. ايه سامي، ليش كل هلا تصارف بالكريدت كارت؟ سامي هلا مو وقت الكريدت كارت، سوزان هربت من البيت. هربت؟ كيف يعني؟ سوزان! سوزان! فياض! انت شو عم تساوي هون؟ شو عم ساوي؟ اجيت من شانك. هربانك عنه؟ شوفي! ليش عم تبكي قولي؟ سوزان احكي! انا غلطت كتير بالجاية لهون على البيت، بدي ارجع معك على ازمير، خدني من هون! ماشي، ماشي، اهدي، ماشي، خلص.